انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري ميدوزا 12 والذي يستمر عده ايام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وذلك بمشاركه عناصر من القوات الجويه والبحريه والقوات الخاصه المصريه واليونانيه والقبرصيه والسعوديه والامريكيه وكل من الامارات والبحرين والمانيا وفرنسا والمغرب والاردن والكونغو ورومانيا بصفه مراقب يشمل التدريب بتنفيذ العديد من الانشطه منها قيام القوات المشاركه باعمال التخطيط واداره اعمال قتال بحريه وجويه مشتركه لصقل مهارات القاده والضباط في اداره العمليات المشتركه وتبادل الخبرات بين القوات المشاركه وصولا لاعلى معدلات الكفاءه والاستعداد لتنفيذ اي مهام مشتركه تحت مختلف الظروف